عظيم هو الله وكلي القدرة سام فوق الجميع. السماوات تحدث بمجده والفلك يخبر بعمل يديه. يوم إلى يوم يذيع كلاما، ليل إلى ليل يبدي علما. خلق الله السماوات وخلق الأرض وجبل الإنسان من ترابها، ثم نفخ فيه نسمة الحياة. خلق إله المحبة الرجل والمرأة على صورته ومثاله ليكون على علاقة معه. في البداية عبد الإنسان الله وكرمه وعاش معه في علاقة انسجام. واستمر هذا إلى يوم حاول فيه الشيطان إغراء المرأة لتأكل من ثمر شجرة معرفة الخير والشر، ثم أعطت للرجل الذي أكل بدوره، وبهذا تمرد الإنسان على إرادة الله وفعل ما يريد. نتيجة لخطيئته انفصل الإنسان عن الله وطرد من جنة عدن، لكن الله لا زال يحب الإنسان، فلم يقصد الله مطلقاً أن ينفصل عن خليقته. لكن كيف يمكن لإله عادل كلي القداسة أن يتغاضى عن خطية الإنسان؟ في الكتاب المقدس يكشف الله لنا عن خطته لخلاص العالم من حكم هذه الخطيئة. وأحد أوائل من اكتشفوا خطة الله هذه كان إبراهيم خليل الله. كان إبراهيم رجلاً باراً، وعده الله بأن يبارك نسله ويجعله كرمل البحر وكنجوم السماء عدداً. وليمتحن الله طاعة إبراهيم طلب الله منه أن يقدم ابنه وحيده ذبيحة له. وضع إبراهيم ثقته بإلهه وسعى لطاعته. لكنه ما إن رفع سكينه ليضحي بابنه حتى أوقفه ملاك من الرب، إذ علم الله أن إبراهيم يخشاه ويطيعه. ورأى إبراهيم كبشا عالقا في شجيرة فقدمه ذبيحة لله عوضا عن ابنه. هكذا أوضح الله لإبراهيم أن الذبيحة يمكن أن تكون كفارة مؤقتة عن خطية الإنسان، إلى أن يقدم الله لنا ذبيحته الأسمى تكفيراً عن خطايا الجنس البشري. وبدلاً من أن تفصل الخطية الإنسان عن الله، ستعيد ذبيحة الله هذه العلاقة. تحدثنا كلمة الله عمن كان سيأتي ليكون الذبيحة الأسمى تكفيراً عن خطايا العالم. فكما كان الكبش ذبيحة عوضا عن ابن إبراهيم،
هكذا ستكون هذه الذبيحة عوضا عن الإنسان ليمكنه أن ينال غفران الله. كان البعض يسمون هذه الذبيحة المسيح، أي من سيأتي ليصالح العالم بالله إلى الأبد. تنبأ الأنبياء كثيرا عن ذلك المسيا قبل قدومه للأرض بمئات السنين، فقد أخبرنا النبي إشعياء أن ميلاده سيكون ميلادا معجزيا، فالعذراء ستحبل بطفل وسيدعى بحسب نسله الروحي ابن الله. وتنبأ النبي ميخا بأن مولد المسيا سيكون في مدينة بيت لحم، وأخبرنا النبي زكريا أن هذا المسيا سيدخل أورشليم راكبا ابن آتان كما سيخونه يهوذا أحد تلاميذه. تنبأ إشعياء بما سيفعله المسيا عند قدومه، إذ قال إن مسيح الرب سيبشر المساكين وسيعزي منكسري القلب، واهبا الحرية لأسرى الخطية، معلنا حلول اليوم الذي سيخلص فيه الرب شعبه. من هو المسيا إذن؟ في القرن الأول للميلاد جاء للأرض نبي اسمه يسوع. اعتقد البعض أنه كان من تحدث عنه الأنبياء، لكن هل كان كذلك حقا؟ هل تحققت فيه جميع النبوات؟ هل كان يسوع أعظم من مجرد نبي؟ سنرى الآن قصته كما رواها لنا شهود عيان وسجلوها في الوحي المقدس. هنا يؤدي لنا ممثل دور يسوع، مع أنه ليس من إنسان يستحق هذا الدور، لكن كان هذا ليمكننا أن نفهم حياة يسوع ونتعلم منها. أيها الأصدقاء، سنتحدث إليكم عن الأمور التي حدثت منذ البداية لكي تعرفوا صحة التعليم والحق الذي أتى به يسوع المسيح. في أيام أغسطس قيصر إمبراطور روما، لما كان هيرودس الكبير ملكا على اليهودية، أرسل الله جبرائيل الملاك إلى عذراء في مدينة الناصرة، وكان اسم العذراء مريم. لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. كيف يكون هذا؟ أنا عذراء. الروح القدس يحل عليك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، ولن يكون لملكه نهاية. فذهبت مريم لزيارة قريبتها التي حملت هي أيضا طفلا بمعجزة إلهية. أليصابات، مريم، نسيبتي مريم، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. حين سمعت صوت سلامك ارتقد الجنين بابتهاج في بطني. تعظم نفسي الرب إلهي وتبتهج روحي بالله القدير مخلصي، فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تباركني. ليكن معلوما لديكم يا جميع سكان الناصرة أنه بأمر أغسطس قيصر سيتم إحصاء جميع سكان منطقتي الجليل واليهودية، وعلى كل واحد أن يسجل في القرية أو المدينة التي ينتسب إليها. فذهبت مريم إلى بيت لحم في اليهودية لتسجل مع يوسف خطيبها.
لكنهما لم يجدا مكانا لهما في بيت لحم سوى حظيرة وضيعة. وكان في تلك المنطقة رعاة يحرسون قطعان أغنامهم ليلا، وإذا ملاك الرب ظهر لهم ومجد الرب أضاء حولهم. ولد لكم هذا اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. فجاء الرعاة مسرعين ليروا الطفل المولود المضجع في المذود، فكانوا أول من نشر الإنجيل، أي الأخبار السارة عن الأم العذراء وعن مولد المخلص. وبعد أسبوع لما حان وقت ختان الصبي سمي يسوع. ثم صعد يوسف ومريم بالطفل إلى أورشليم ليقدماه للرب. وكان في الهيكل رجل تقي اسمه سمعان، كان قد أوحي إليه بالروح أنه لن يرى الموت قبل أن يرى المسيح المخلص. الآن تطلق عبدك يا رب حسب قولك بسلام. لأن عيني قد أبصرتا خلاصك، هذا الطفل مختار من الله ليبارككما الله. ولما أكملا كل شيء بحسب شريعة موسى تركوا أورشليم ورجعوا إلى الناصرة. ولما بلغ يسوع 12 سنة صعد به يوسف ومريم إلى أورشليم لأجل عيد الفصح، ولكن عند رجوعهما ظناه بين الرفقة، لكن يسوع تأخر عنهما فرجعا إلى المدينة يبحثان عنه. وبعد 3 أيام وجداه في الهيكل في وسط المعلمين والشيوخ. ابن من هذا الذي يسأل أسئلة كهذه؟ إنه من الناصرة، ظننه غادر معنا، اعذروا غيرته. وجميع الذين سمعوه اندهشوا من كلامه. يا بني، لماذا فعلت بنا هذا؟ أنا وأبوك كنا نبحث عنك بقلق شديد. لماذا تبحثان عني؟ ألا تعلمان أن علي أن أهتم بأمور أبي؟ فعاد معهما إلى الناصرة، وكان ينمو في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. في السنة 15 من حكم القيصر تيباريوس، لما كان بيلاطس البنطي والياً على اليهودية وهيرودس حاكماً على الجليل وحنان وقيافة رئيسي الكهنة، جاءت كلمة الله إلى يوحنا في البرية، فذهب إلى كل المنطقة المحيطة بنهر الأردن يكرز بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا. توبوا عن خطاياكم واعتمدوا فيغفر الله لكم خطاياكم، هذا ما قيل على فم النبي إشعياء. صوت صارخ في البرية ينادي، أعدوا الطريق للرب إلهنا واجعلوا طرقه ممهدة، ليرتفع كل واد وكل جبل وتل ينخفض، فتصير الطرق المعوجة مستقيمة والدروب الوعرة سهلة، ويبصر كل بشر خلاص الله. وماذا نفعل؟ وماذا يجب أن نفعل؟ يا أولاد الأفاعي،
ماذا تريدنا أن نفعل؟ من له ثوبان فليعطي واحدا لمن ليس له، ومن لديه طعام فليفعل ذلك. يا معلم، نحن جباة ضرائب، ماذا نفعل؟ لا تستوفوا أكثر مما يجب. ونحن ماذا عنا؟ ماذا نفعل؟ لا تأخذوا مال أحد بالقوة، ولا تتهموا أحدا زورا، واكتفوا بأجوركم. قل لنا، هل أنت هو المسيح؟ أنا أعمدكم بماء، لكن يأتي من هو أعظم مني، الذي لست أهلا أن أحل رباط حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي مذراته بيده ليفصل بين القمح والتبن ويجمع القمح إلى مخزنه. نزل عليه الروح القدس في هيئة حمامة، وجاء صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب، بك سررت. ولما ابتدأ يسوع خدمته كان يبلغ نحو 30 سنة، ورجع من نهر الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس، وفي كل تلك الأيام لم يأكل شيئا. قال له إبليس: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا. مكتوب أن ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. ثم أصعده إبليس وأراه جميع ممالك العالم. إليك أعطي كل هذا السلطان والمجد، لأنه قد صار لي، وأنا أعطيه لمن أريد. كل هذا سيكون لك إن سجدت لي. مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم أخذه الشيطان إلى أورشليم وأوقفه على جناح الهيكل. إن كنت ابن الله فألق نفسك من هنا، لأنه مكتوب إن الله يرسل ملائكته لكي يحفظوك، وإنهم على الأيدي يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. يقول الكتاب: لا تجرب الرب إلهك. وجاء إلى الناصرة
حيث كان قد تربى. مرحبا. أهلا. ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت. فدعاه الشيوخ ليقرأ من سفر النبي إشعياء. روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين بالروح. أرسلني لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأطلق المنسحقين أحرارا، وأكرز بأن الوقت قد أتى ليخلص الرب شعبه. كلامه حسن. اليوم قد تم هذا الكلام الذي سمعتم. ماذا تم اليوم؟ ولكن المسيح هو الوحيد الذي يتمم هذا. كيف نتأكد من هذا؟ لابد ستقولون لي هذا المثل: أيها الطبيب اشفي نفسك. وستقولون لي: افعل هنا في وطنك ما سمعنا عنه في كفرناحوم. أقول لكم: ليس نبي مقبولا في وطنه. وبهذا الكلام أعلن يسوع أنه هو المسيح الملك الذي اختاره الله ليخلص الناس من خطاياهم وعقابها، إلا أن أهل الناصرة لم يؤمنوا به، فأرادوا أن يطرحوه عن الجبل. أما هو فجاز في وسطهم ومضى في طريقه. وجاء إلى كفرناحوم، وهي مدينة في الجليل. كان الاحتلال الروماني واضحا في كل مكان، وتاق الشعب إلى المسيح ليحرره من هذا الطغيان. سلام لك. ولك يا معلم. هل أركب يا سمعان؟ تفضل. هل سيتركنا؟ تكلم إلينا. تكلم إلينا. تكلم إلينا يا يسوع. إنسانان ذهبا إلى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر عشّار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه: أنا أشكرك اللهم أني لست مثل باقي الناس الظالمين الزنات، وأشكرك أني لست مثل جاب الضرائب هذا. أصوم مرتين في الأسبوع وأقدم لك العشر من مالي. أما العشّار فوقف بعيداً ولم يشأ رفع وجهه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلاً: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن العشّار وليس الفريسي عاد إلى بيته مبرراً أمام الله، لأن كل من يرفع نفسه يتضع. وأما ادخل بالسفينة إلى العمق ثم ألقوا شباككم للصيد. آه يا معلم، لقد تعبنا الليلة كلها ولم نصطد شيئا، لكن أنت قلت
سألقي الشبكة الآن. يعقوب، يوحنا. يعقوب، يوحنا، تعاليا بقاربكما وساعدانا. هيا، إننا مشغولون بصيدنا. ستغرقون السفينة بصيدكم. اخرج من سفينتي يا رب، أنا رجل خاطئ. لا تخف، من الآن تكون صيادا للناس. تعالوا إلي واستمعوا لكلامي، اسمعوني فتكون لكم حياة. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه وفاعل الإثم أفكاره ويرجع إلى الرب فيرحمه، لأنه يكثر الغفران، فتذهبون بفرح وتنقادون بالسلام. يسوع، يسوع، ها هو آتٍ، إنه هنا، انظروا. يسوع، سيدي، أرجوك أن تنقذ ابنتي الوحيدة، ارحمها يا سيد، عمرها 12 سنة وهي تحتضر، أرجوك تعال معي. يا إيروس، أنا آسف. يا يسوع، ابنتك قد ماتت، لا تتعب المعلم. لا تخف، آمن فتشفى ابنتك. لا تبكوا، لم تمت لكنها نائمة. يا بنية، قومي. أعطوها شيئا لتأكل، لا تخبروا أحدا بما حدث. بعد هذا خرج ورأى جابي ضرائب اسمه متى جالسا عند مكان الجباية لاستلام الضريبة. اتبعني.
وصعد يسوع إلى الجبل ليصلي، وقضى الليل كله في الصلاة. ولما حل النهار دعا تلاميذه الاثني عشر الذين دعاهم رسلا، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخاه، يعقوب، ويوحنا، فيلبس، وبرثلماوس، متى، وتوما، يعقوب بن حلفة، وسمعان المدعو الغيور، ويهوذا أخا يعقوب، ويهوذا الإسخريوطي الذي سلمه فيما بعد. طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله، طوباكم أيها الجياع لأنكم ستشبعون، طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستفرحون، طوباكم إذا أبغضكم الناس ورفضوكم وأهانوكم واتهموكم بالسوء لأجل ابن الإنسان، افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماء، لأنه هكذا كان آباؤهم يفعلون بالأنبياء. ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون. هذا كل ما أملك. ماذا تقصد بأن هذا كل ما تملك؟ ويل لكم أيها الأغنياء الآن لأنكم قد نلتم نصيبكم. لا يريد أن يكون غنيا، لابد من أنه مجنون. ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستحزنون وتبكون. ويل لكم إن مدحكم الناس لأن آباءهم هكذا فعلوا بالأنبياء الكذبة، لكني أقول لكم أيها السامعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، صلوا لأجل المسيئين إليكم، من ضربك على خدك الأيسر فاعرض له الآخر أيضا، ومن أخذ رداءك فلا تمنع عنه ثوبك، كل من سألك أعطه، ومن أخذ مالك فلا تطالبه به، افعلوا بالغير ما ترجونه أنتم منهم، إن أحببتم الذين يحبونكم فقط فأي فضل لكم، لأن الخطاة يفعلون هذا أيضا، وإن أحسنتم للذين يحسنون إليكم فقط فأي فضل لكم، حتى الخطاة يفعلون هذا. كيف يلمسها؟ كيف يتحدث إليها؟ يا للعار،
لا، أحب أعداءكم، أحسن لهم، أقرضوا ولا ترجوا شيئا، فيكون لكم أجر عظيم وتكون بني الله العلي، فأنه منعم على الشاكرين والأشرار، فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. خلصنا يا يسوع. لا تحكموا فلا يحكم عليكم، لا تدينوا فلا تدانوا أنتم، اغفروا يغفر لكم. أرشدنا يا رب. أعطوا فتعطوا أنتم أيضا، لأنه بالكيل الذي تكيلون به يكال لكم. لا يمكن لأعمى أن يقود أعمى، وأن فعل يسقط الاثنان في حفرة. ولماذا ترى عيوب أخيك؟ أما عيوبك أنت فلا تفطن لها. علمنا يا معلم. نحتاج إليك يا رب. طوبى للأم التي ولدتك وأرضعتك. بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويطيعونه. من يكون هذا الرجل؟ أتظن أنه المسيح؟ ودعا الفريسي يسوع إلى بيته لتناول العشاء معه، فذهب معه وجلس ليأكل. هيا يا أولاد اخرجوا الآن، هل سمعتم؟ اذهبوا، إنهم أولاد المزعجون. ماذا تفعل هذه هنا؟ لا أدري. ماذا تفعل هذه؟ لو كان نبيا لعلم من هذه المرأة التي تلمسه، وكم هي فاسدة الأخلاق. أنا أعرف من هذه المرأة يا سمعان، ولكن اسمعني. كان لمداين مديونان، أحدهما 500 والثاني 50، وإذ لم يمكنهما سداد الدين سامحهما، فمن منهما سيحبه أكثر؟ الذي سامحه بالدين الأكبر على ما أظن. صحيح. أترى هذه المرأة؟ لقد دخلت بيتك وما أن لم تعطني لغسل رجلي، أما هي فغسلت رجلي بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها قبلة لم تقبلني، أما هي فمكفت عن تقبيل رجلي بزيت لم تدهن أنت رأسي، وأما هي فقد دهنت بالطيب رجلي. أقول لك قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، ومن يغفر له قليلا يحب قليلا. مغفورة لك خطاياك. إيمانك قد خلصك، اذهبي بسلام. بعد ذلك كان يسوع يجول مبشرا بملكوت الله، ومعه الاثنى عشر تلميذا وبعض النساء اللواتي كن قد شفين من الأرواح النجسة: مريم التي تلقب بالمجدلية، يوانا امرأة خوزي وكيل هيرودس، وسوسنة.
وأما هيرودس حاكم الجليل الروماني فكان قد ألقى يوحنا المعمدان في السجن لأنه أدان زواجه من امرأة أخيه. أخبرني، ومن باب مدينة نايين خرج موكب جنائزي وكان الميت ابنا وحيدا لأرملة، ولما رآها يسوع أشفق عليها فلمس النعش وقال: أيها الشاب لك أقول قم. فقام الشاب الميت ثم أعاده إلى أمه. اسأله: هل أنت المسيح الذي ننتظر قدومه أم ننتظر شخصا آخر؟ يا معلم. يا معلم، يوحنا أرسلنا لنسألك: هل أنت المسيح المنتظر أم ننتظر قدوم غيرك؟ اذهبا واخبراه بما رأيتما: العمي يبصرون والعرج يمشون، وطوبى لمن لا يشك في أبدا. أبي ارفعني. اصعد على كتفي، هل تراه الآن؟ إني أرى يسوع. خرج الزارع ليزرع أرضه، وفيما هو يزرع سقطت بذور على الطريق فدستها الأقدام وأكلتها طيور السماء، وسقط بعضها على الصخر فلما نبتت جفت لأنها لم تجد ماء، وسقط بعضها وسط الشوك فنبت معها الشوك وخنقها، وسقط بعضها في الأرض الجيدة ولما نبتت أثمرت كل حبة 100 ضعف. يا معلم، لماذا تكلم الناس دائما بالأمثال؟ وهب لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لأنهم ينظرون ولا يبصرون ويسمعون ولا يفهمون. هذا تفسير المثل: البذور هي كلمة الله، والساقط منها على الطريق هم الذين يسمعون، ولكن يأتي إبليس ويأخذ الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا ويخلصوا. والساقط على الصخر هم الذين يسمعون كلام الله بفرح لكنهم بلا جذور، فيؤمنون إلى حين فقط، وحين تأتي التجارب يرتدون. والساقط على الشوك هم من يسمعون لكن هموم ومتع هذه الحياة تخنقهم، لذلك لا يثمرون. والساقط على الأرض الجيدة هم من يسمعون كلمة الله فيحفظونها في قلوبهم ويثبتون بها ويثمرون. ليس أحد يشعل مصباحاً ثم يغطيه، بل يضعه في مكان عال ليستنير به الداخلون. ليس خفي إلا وسيعلن، ولا مكتوم إلا ويعلم. فانتبهوا لما تسمعونه، لأن كل من له سيعطى، وأما من ليس له فالذي يظنه له سيؤخذ منه. يا معلم، أمك وإخوتك واقفون في الخارج يودون رؤيتك. أمي وأخوتي هم من يسمعون كلمة الله ويعملون بها. وفي أحد الأيام
ركب يسوع قاربا مع تلاميذه وقال لهم لنعبر البحيرة. وفيما هم يبحرون نام يسوع. أين إيمانكم؟ ثم عبروا البحيرة إلى منطقة الجدريين على الضفة المقابلة للجليل. يسوع يا ابن الله الحلي، ماذا تريد مني؟ أرجوك لا تعذبني. ما هو اسمك؟ لزئون، نرجوك لا ترسلنا إلى الجحيم، دعنا ندخل في قطيع الخنازير. هاي، عودي إلى هنا. توقفي توقفي. وخرجت الشياطين من الرجل، عودي، ودخلت في الخنازير. ارحل عنا أيها الساحر، اتركنا، ابتعدوا عن هذا المكان، اتركنا، ابتعدوا من هنا. أتبعك أينما تذهب، دعني أتبعك. بل اذهب واخبر بما صنع الله بك. فابتعد يسوع والتلاميذ عن الناس وتوجهوا إلى مدينة بيت صيدا. وحين عرف الناس بهذا تبعوه إلى هناك. آخر النهار قال بطرس: يا سيد اصرف الجموع
ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة من هنا ليجدوا طعاما فيها، فهذا مكان خلاء. أعطوهم أنتم شيئاً ليأكلوا. لكن لدينا 5 أرغفة وسمكتان فقط. مبارك أنت أيها الرب، يا ملك الكون، يا من تخرج خبزاً من الأرض. غير معقول. من يقول الناس إني أنا؟ البعض يقول إنك يوحنا المعمدان، وآخرون يقولون إنك النبي إيليا، وأناس يقولون إنك أحد الأنبياء القدماء وقد عاد للحياة. وأنتم ماذا تقولون عني؟ أنت هو المسيح. لا تخبر أحدا بهذا، ينبغي أن يتألم ابن الإنسان ويرفض وأن يموت أيضا، وبعد 3 أيام يقوم حيا. منكم سيتبعني؟ أنا أتبعك يا سيد، ولكن علي أولاً أن أودع أهل بيتي. من يضع يده على المحراث ويلتفت للوراء لا يصلح لملكوت الله. من أراد أن يتبعني فلينكر ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته سيخسرها، ومن ينفقها لأجلي سيربحها. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لأن من استحى بي وبكلامي سأستحي أنا به يوم أجيء في مجدي ومجد الآب والملائكة القديسين. الحق أقول لكم، بينكم هنا أناس لن يموتوا حتى يروا ملكوت الله. ثم أخذ يسوع معه بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى جبل لكي يصلي.
وبينما كان يصلي تغيرت ملامح وجهه وصارت ملابسه بيضاء لامعة، وظهر رجلان يتكلمان معه وهما موسى وإيليا اللذان ظهرا بمجد سماوي. أنت ستتمم قصد الله وستموت في أورشليم. وبينما هما يفارقانه قال بطرس ليسوع: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا لنصنع 3 خيام، لك واحدة، وعندما تكلم بطرس ولموسى واحدة، نزلت سحابة وظللتهم، فخاف التلاميذ، وجاء صوت من السماء قائلا: هذا ابني الذي اخترته، له اسمعوا. يا معلم، يا معلم، انظر إلى ابني، أرجوك أن تساعده، فهو ابني الوحيد، طلبت من تلاميذك إخراج الشيطان منه فلم يقدر. أيها الجيل العديم الإيمان، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ أحضر ابنك. علمنا كيف نصلي كما علم يوحنا تلاميذه. متى صليتم قولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نغفر لمن يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، وكل من يقرع يفتح له. هل بينكم أب يعطي ابنه حجرا إن طلب منه خبزا، أو يعطيه حية إن طلب منه سمكة؟ إذا كنتم أنتم تعطون عطايا جيدة لأولادكم، أفلا يعطي الآب السماوي الروح القدس للذين يسألونه
أقول لكم لا تهتموا في معيشتكم بما تأكلون ولا بما تلبسون، فالحياة أكثر من مجرد طعام، والجسد أكثر من مجرد لباس. انظروا إلى الطيور، لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع في مخازن، لكن الله يقيتها. فكم أنتم أفضل جدا من الطيور. من منكم يمكنه أن يضيف ساعة إلى عمره؟ إن كان لا يمكنكم هذا، فلما تنشغلون بالباقي؟ تأملوا الورود كيف تنمو، إنها لا تتعب ولا تغزل. حتى سليمان في كل مجده لم يلبس كواحدة مثلها. إن كان الله يلبس هذا العشب الذي سيرمى غدا في النار هكذا، فكم بالحري سيهتم بلباسكم يا قليلي الإيمان. يا رب زد إيماننا. لو كان لكم إيمان بقدر حبة خردل وقلتم لهذه الشجرة انقلعي من جذورك وانغرسي في البحر فستطيعكم. لا بد للعثرات أن تأتي، لكن ويل لمن يتسبب بها. خير له أن يعلق برقبته حجر ويرمى في البحر، بدلا من أن يكون عثرة لأحد هؤلاء الصغار. ماذا يشبه ملكوت الله؟ إنه يشبه حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فنبتت وصارت شجرة تعشش الطيور في أغصانها. لست أفهم ما يقوله. لماذا تأكل مع عجبات الضرائب وهؤلاء الخطاط؟ لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل المرضى. لم آتي لأدعو أبرارا للتوبة، بل الخطاط. أخبرنا أكثر عن ملكوت الله، هل من مزيد؟ لا تخافوا أيها الأحباء، لأن آباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. بيعوا ما تملكون واعطوا مالكم للفقراء، واكنزوا لأنفسكم كنوزا في السماء، كنوزا لا تبلى أبدا، حيث لا يصل لصوص إليها ولا يفسدها السوس. فحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. يا امرأة، لقد شفيت من مرضك. انظروا، لقد شفيت، إنها معجزة. تعالوا انظروا. المجد لله. هذا مرض الطويل، يحفظك الله. هناك 6 أيام يحل فيها العمل، ويمكننا أن نأتي فيها للاستشفاء، ولكن ليس يوم السبت. أيها المنافقون، من منكم لا يهل ثوره أو حماره ويأخذه ليسقيه في يوم السبت؟ هذه امرأة من نسل إبراهيم، قد ربطها الشيطان 18 عاما، أفلا تفك من هذا القيد في يوم السبت؟
أيها المعلم الصالح، ماذا أفعل لأنال الحياة الأبدية؟ لماذا تدعوني صالحا؟ ليس صالح إلا الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك. كل هذه الوصايا قد أطعتها منذ صغري. ينقصك شيء واحد فقط: باع أملاكك وأعطي ثمنها للفقراء، فيكون لك كنز في السماء، ثم تعال واتبعني. ولكننا تجار أغنياء. ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله، فأن دخول جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني إلى ملكوت الله. فكيف نخلص إذن؟ غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. لكن متى سيأتي ملكوت الله؟ لا يأتي ملكوت الله بمراقبة العلامات، ولا يقولون: انظروا، إنه هنا أو هناك. فملكوت الله في داخلكم. سيأتي زمان تتمنون فيه رؤية يوم من أيام ابن الإنسان، لكن لا ترون، فكالبرق الذي يلمع عبر السماء ليضيئها من جهة لأخرى، هكذا يكون مجيء ابن الإنسان. لكن قبل هذا ينبغي أن أتألم وأرفض من أبناء هذا الجيل. زوال السماء والأرض أسهل من سقوط نقطة واحدة من الشريعة. أنبياء وملوك كثيرون تمنوا أن يروا ما ترونه ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يقدروا. فماذا نفعل؟ ماذا تقول الشريعة؟ كيف تفهمها؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك، وتحب قريبك مثل نفسك. أحسنت، أعمل بهذا فتحيا. ومن هو قريبي؟ ليس هؤلاء الجنود. وماذا عن قيصر؟ كان رجل مسافرا من أورشليم إلى أريحا، فهاجمه اللصوص وضربوه وسلبوه وتركوه بين حي وميت. فمر بالقرب منه كاهن، ولما رآه مشى على الجانب الآخر. بعدها مر الرجل من خدام الهيكل فلم يقترب منه، واستمر ماشيا في طريقه. ثم مر به رجل سامري غريب، ولما رآه أشفق عليه واقترب منه وداواه ودهن جروحه بالزيت، ثم أركبه على دابته وأحضره إلى فندق واهتم به. وفي الغد أعطى صاحب الفندق مالا وقال له: اعتني به، ومهما أنفقت أكثر أسدد لك عند رجوعي. فأي هؤلاء الثلاثة كان قريب هذا الرجل؟ الرجل الذي ساعده. افعل إذن مثله. دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله كطفل صغير فلن يدخله، ومن يقبل طفلا باسمي يقبلني، والذي يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم هو أعظم الجميع. يسوع النصري يمر من هنا. يسوع،
يا يسوع، يا ابن داود ارحمني. ماذا تريد أن أفعل لك؟ أريد أن أبصر. فلتبصر، إيمانك قد شفاك. إني أرى، عاد بصري. إني أرى. هذا الإنسان بالحقيقة نبي. ربي وسيدي خلصني. يا رب خلصنا خلصنا، مجدا لله. وبدأ الناس يؤمنون بيسوع المسيح ربا. وكان في أريحا جابية ضرائب اسمه زكا، جاء ليرى يسوع لكنه لم يستطع بسبب الزحام، فتسلق شجرة. انزل يا زكا، أريد أن أزورك في بيتك اليوم. في بيتي؟ سيدخل بيت رجل خاطئ؟ كيف يعرف زكا يسوع؟ اسمع، أعطي نصف ما أملكه للفقراء، وإن كنت ظلمت أحدا أرد له أربعة أضعاف. لا أصدق، جابي ضرائب يرد المال للناس، مستحيل. اليوم حصل خلاص لهذا البيت، لأن هذا الرجل أيضا من نسل إبراهيم، وابن الإنسان قد جاء ليخلص الهالكين. اسمعوا، سنذهب إلى أورشليم حيث سيتم ما كتبه الأنبياء عن ابن الإنسان، عن تسليمه للرومان واستهزائهم به وإهانته وبصقهم في وجهه ثم جلده وصلبه، لكنه في اليوم الثالث سيقوم حياً. ورغم علم المسيح بأنه سيموت لأجل خطايا الناس، صعد نحو أورشليم، وكثيرون من الناس فرحوا بمجيئه وهللوا وهتفوا قائلين: مبارك الملك الآتي باسم الرب، سلام في السماء ومجد في الأعالي. اطلب من تلاميذك السكوت. أقول لكم، لو سكت هؤلاء فهذه الحجارة لن تسكت. السلام، المجد، الكرامة. ايه؟
ولما اقترب من مدينة أورشليم ورآها أخذ يبكي عليها. يا أورشليم، لو تعرفين طريق السلام في يومك هذا لكنه أخفي عنك. سيأتي يوم يحاصرك فيه أعداؤك ويطوقونك بالمتاريس من كل جانب ويهدمون أسوارك، عليك وعلى بنيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. ودخل الهيكل فوجد الساحة مكانا للتجارة يبيعون ويشترون فيه. ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون، واحد وعشرون، اثنان وعشرون، ثلاثة وعشرون. كان الكتبة ورؤساء الكهنة مع وجهاء الشعب يطلبون موته، لكن الشعب كان متعلقا به. سمعت أن أناسا كثيرين استقبلوه كملك. ملك؟ ملك اللصوص والشحاذين، رأينا أمثاله قبلا، جاءوا وادعوا ما يدعي ومضوا. ألا ترى أن عدد أتباعي يزداد يوميا؟ الناس يحبونه ويظنونه ملكا. إني أحذركم جميعا، إن أخل هذا الرجل بالأمن ثانية فسأحملكم المسؤولية. إنه على حق، حان وقت مواجهة هذا الجليلي. وبينما كان يسوع ينتقد المنافقين من رجال الدين، كان أتباعه يزدادون يوما بعد يوم، وكان أعداؤه ومعارضوه يزدادون أيضا. وبينما كان في الهيكل رأى أرملة فقيرة تعطي فلسين تقدمة. ألا تعطين أكثر؟ أقول لكم هذه الأرملة قدمت أكثر من الآخرين، لأن الآخرين أعطوا من فضلة ما لديهم، أما هي فرغم فقرها قدمت كل ما لديها. قل لنا، بأي سلطان تقول هذا؟ من أعطاك إياه؟ وأنا أسألكم سؤالا، معمودية يوحنا هل كانت من الله أم من الناس؟ بماذا نجيب؟ إن قلنا من الله فسيقول لماذا لم تؤمنوا به، وإن قلنا من الناس فسيرجمنا هذا الجمع لأنهم يؤمنون بأن يوحنا نبي. في الحقيقة لا نعرف من أين، ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. إنسان غرس كرم عنب وسلمه إلى مزارعين وسافر زمانا طويلا، ولما جاء موسم القطاف أرسل خادمه إلى المزارعين
ليأخذ نصيبه من ثمر الكرم، فضربه المزارعون ولم يعطوه شيئا، فأرسل لهم آخر، لكنهم ضربوه أيضا وأهانوه وأرجعوه خالي اليدين، فأرسل لهم خادما ثالثا، لكنهم ضربوه وجرحوه وألقوه خارجا. فقال صاحب الكرم: ماذا أفعل؟ أرسل ابني الحبيب، فلابد سيحترمون ابني. لكنهم لما رأوه تآمروا معا قائلين: هذا هو الوريث، لنقتله فيصير الميراث لنا. أكمل القصة يا معلم. فأخذوه خارج الكرم وقتلوه. فماذا سيفعل صاحب الكرم بهؤلاء المزارعين؟ سيأتي ويقتلهم ويسلم الكرم لآخرين، وإلا فما معنى ما كتب؟ الحجر الذي رفضه البناؤون صار حجر الزاوية، كل من يقع على هذا الحجر يتهشم، وكل من سقط عليه الحجر يسحقه سحقا. يا معلم، نعلم أنك بالحق تعلم، ونعرف أنك لا تحابي، لكنك تعلم ما يريده الله طريقا للإنسان. أخبرنا، هل يجوز لنا أن ندفع الجزية للرومان أم لا؟ أرني دينارا. لمن هذه الصورة والكتابة؟ لقيصر! أعطوا إذن لقيصر. ما هو لقيصر؟ وما لله أعطوه لله. ما جوابك على هذا؟ واقترب عيد الفصح، ذكرى نجاة بني إسرائيل من يد فرعون، وكان على الناس أن يذبحوا خروف الفصح. فأرسل يسوع المسيح بطرس ويوحنا ليعدا عشاء الفصح. شهوة اشتهيت أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم إني لا آكله ثانية حتى يتم القصد منه في ملكوت الله. مبارك أنت أيها الرب، يا ملك الكون، يا من تخرج الثمر من الكرمة. خذوا هذه واشربوا جميعكم، لأني لا أشرب من نتاج الكرمة حتى يأتي ملكوت الله. مبارك أنت أيها الرب، يا ملك الكون، يا من تخرج الخبز من الأرض. هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم. لكن ها يد الذي يسلمني تمتد إلى المائدة معي، وابن الإنسان سيموت كما هو محتوم، لكن ويل لذلك الإنسان الذي يسلم. مستحيل، غير ممكن. ما الذي يقوله؟ ماذا؟ ماذا؟ من سيسلمك يا رب؟ غير ممكن. ما الذي يقوله؟ مستحيل.
ليكن الكبير فيكم كالأصغر، وليكن السيد كالخادم، فمن هو الأكبر؟ الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدم؟ طبعا الجالس إلى المائدة، لكني أنا بينكم كالخادم. أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي، وكما أعطاني الآب أن أملك فهكذا أعطيكم لتأكلوا وتشربوا على مائدتي في ملكوتي، وتملكوا على أصباط بني إسرائيل 12. ليس هناك خائن إذن. سمعان سمعان اسمعني، الشيطان يريد أن يجربكم ليضلكم ويغربلكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني صليت لأجلك لكي لا تفقد إيمانك، وما تعدت إلي ثبت إيمان إخوتك. يا رب أنا مستعد أن أسجن معك وأن أموت أيضا. أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر 3 مرات أنك تعرفني. هل احتجتم شيئا حين أرسلتكم بلا مال ولا زاد؟ كلا أبدا. أما الآن فاحملوا معكم زادا، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا. وأقول لكم، قيل في الكتاب إنه أحصي مع أثمة، وما هو مكتوب عني يجب أن يتم. يا سيد، هو ذا سيفان هنا. هذا يكفي. واجتمع شيوخ الشعب ليتشاوروا في كيفية التخلص من يسوع، ودخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو أحد التلاميذ 12. وذهب يهوذا إلى شيوخ الشعب وقادة الحرس كي يفاوضهم على تسليم يسوع لهم. وفي هذه الأثناء غادر يسوع مدينة أورشليم وتوجه إلى جبل الزيتون ليصلي. صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة. وأخذ يهوذا 30 من الفضة مقابل تسليمه لسيده. وكان يسوع يعلم أن ساعة موته لأجل خطايا البشر قد اقتربت، فصلى قائلا: يا أبتاه، إن شئت فأجز عني هذه الكأس، لكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر له ملاك من السماء ليقويه، وصار عرقه كقطرات دم تتساقط على الأرض. لماذا أنتم نيام؟ انهضوا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة.
يهوذا. أبقبلة تسلم ابن الإنسان؟ يا رب، هل نضرب بالسيف؟ هيا اقبضوا عليه. كفى يا بطرس. معجزة. هل أنا مجرم لتأتوني بعصيكم وسيوفكم؟ في كل يوم كنت معكم في الهيكل ولم تمدوا علي الأيادي، لكن هذه ساعتكم أنتم وسلطان الشر. اقبضوا عليه. احرسوه جيدا. وكان الجنود الذين يحرسون المسيح يضربونه ويهزؤون به. هذا هو الثوب الملكي. تنبأ لنا بما سيحدث. هل ستخلصنا يا صاحب الجلالة؟ هل ستخلصنا؟ هذا الرجل كان مع يسوع. لست أعرفه يا امرأة. رأيتهما معا. سيدي، نحن خدامك المطيعون. ما شعورك يا صاحب الجلالة؟ أنت أيضا واحد منهم. لست منهم. أنا متأكد أن هذا الرجل كان مع يسوع كما أنه من الجليل. انصرف. لست أدري عما تتحدث. عندها التفت يسوع إلى بطرس، فتذكر بطرس كلامه له. لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر 3 مرات أنك تعرفني. يا رب أتوسل إليك، افعل بحسب أعظم قدرتك يا رب. يا رب، أنت الذي غفرت لآبائنا لما عصوا كلامك. يا رب، غضبت عليهم لكنك لم تفنهم. من أجل محبتك لهم وعهدك معهم وأمانتك أبقيتهم، فاغفر لي. قل لي من ضربك. تنبأ، من سيضربك الآن؟ كفى، يكفي هذا، هاتوه للمجلس. هيا. واجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشيوخ الشعب ليستجوبوه.
قل لنا، هل أنت المسيح؟ إن أجبت فلن تصدقوني، وإن سألت سؤالا فلن تجيبوني. منذ الآن هو ذا ابن الإنسان يجلس عن يمين عرش الله. هل أنت إذن ابن الله؟ أنت قلت. ما هذا؟ كيف من يقول؟ من يظن نفسه؟ بأي سلطان يقول هذا؟ يظن نفسه. جميعنا سمعنا ما يدعي. سنأخذه إلى بيلاطس. نأخذه إلى بيلاطس. هو يعلم. نعم نعم. خذوه من هنا. تحرك. فجاءوا به إلى بيلاطس أكثر حكام الرومان قسوة، وكان قد صلب قبله آلافا من الناس. ماذا تريدون في هذه الساعة المبكرة؟ هذا الرجل يفسد الأمة بادعاءاته وأثار شغبا في سوق الهيكل. ماذا سيكون عقابه؟ احكم عليه. لكني لا أجد سببا لإدانته. نحن وجدناه مذنبا، فهو ينهى عن دفع الضريبة لقيصر ويزعم أنه المسيح الملك. حقا؟ هل أنت ملك اليهود؟ أنت تقول. ابتدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا. الجليل؟ هل هو من الجليل؟ بهذه الحال ليحكم هيرودس بأمره، فهو لا زال في أورشليم. هيا خذوه إليه. ماذا تقول عن نفسك؟ ومن هم المدعوون تلاميذك؟ سمعت أنك تصنع المعجزات. اصنع لي معجزة. يا سيدي، إنه يفسد الشعب بأكمله ويزعم أنه الملك. هذا الرجل ملك؟ يا صاحب الجلالة، قدموا له التحية. أعده إلى بيلاطس، فهذه ولايته. لم يفعل هذا الرجل ما يستحق الموت. سآمر بجلده وأطلقه.
أيها الوالي، لقد اعتدت أن تطلق لنا سجيناً في عيد الفصح. أطلق لنا باراباس. باراباس. وخذ هذا الرجل. نعم، أطلق لنا باراباس. أصلبه. نعم، أصلبه. أنت وأنت اجلدا. واستمر الشعب يردد بصوت عال: اصلبه اصلبه، حتى استجاب بيلاطس لطلبهم وأطلق سراح باراباس المجرم الذي كان مسجونا بتهمة القتل وإثارة الفتن، وحكم بصلب يسوع المسيح. سمعان القيرواني سيدي، تعال إلى هنا. اقطعوا الحبال. احملها أنت. هيا تحرك. للخلف. للخلف. اتركوه. أفسحوا الطريق. ارجعوا للخلف. للخلف. نحن نبكيك يا رب، اشرب هذا. اشرب يا رب. يا بنات أورشليم، لا تبكين علي، بل ابكين على أنفسكن وأولادكن. إن كانوا بالعود الرطب يفعلون هذا، فكيف يفعلون باليابس؟ ليساعدك الله، سنصلي من أجلك. تحرك، ابتعد بسرعة. تحرك، أسرع أسرع. تحرك تحرك. هيا تحرك بسرعة. هيا بسرعة. امشوا. وأنت تحرك بسرعة. Thank you.
دفعوه. يا أبتاه اغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. خلص كثيرين، فليخلص نفسه. نعم، خلص نفسك إن كنت أنت المسيح، انزل من على الصليب، اصنع احدى معجزاتك. صلب يسوع بين غصين، وبهذا تم ما تنبأ به أنبياء الله منذ مئات السنين. انظروا إلى هذا الثوب الملكي. أعطني إياه، لا تمزقه. اسمعوا، فلنلقي عليه قرعة بيننا. نعم، لنلعب عليه. حسناً، لنلعب عليه. علي بأربعة، علي بخمسة، علي بسبعة. أنا سأربحه، بل سأربحه أنا. أيها المحظوظ، قد ربحت الثوب. أيها المحظوظ. ووضعوا فوق رأسه لوحة كتب عليها: هذا هو ملك اليهود. خلص نفسك إن كنت أنت ملك اليهود. لست أنت المسيح؟ خلص نفسك وإيانا. ألا تخاف الله؟ لقد نال نفسه عقابنا، لكنه لم يفعل ذنبا. اذكرني يا رب، متى جئت في ملكوتك؟ الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس. كان الوقت ظهراً،
وفجأة حل ظلام على الأرض لثلاث ساعات، حتى الساعة الثالثة بعد الظهر. شق حجاب الهيكل من وسطه، يا أبتاه في يديك أستودع روحي. ولما رأى قائد الحرس ما حدث مجد الله وقال: مجدا لله، في الحقيقة كان هذا الإنسان بارا. وكان رجل صالح اسمه يوسف الرامي، عضو في مجلس الشيوخ، لم يكن موافقا على صلب المسيح، فذهب إلى بيلاطس وأخذ إذنا كي ينزل جسد يسوع ليدفنه قبل حلول السبت قبل المغيب. اسمح لنا، نريد رؤية جسد الرب. حسنا، لكن هيا، فالسبت يدنو. وفي يوم الأحد عند الفجر أتينا القبر حاملات معهن عطورا وأطيابا كنا قد أعددناها. ما الذي حدث هنا؟ فوجدنا الحجر قد تحرك من مكانه، ولما دخلنا لم يجدنا جسد يسوع. لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام. اذكرنا ما كلمكم به حين كان بعد في الجليل. سيسلم ابن الإنسان ليد الأشرار فيصلب، وفي اليوم الثالث يقوم حيا. الحجر قد دحرج من مكانه فدخلنا.
ولم نجد جسد الرب هناك. ماذا؟ جسد الرب اختفى؟ ثم فجأة ظهر لنا ملكان يلمعان مثل الشمس، وقالا لنا: لماذا تطلبنا الحية بين الأموات؟ نقول الحق. هذا صحيح، صدقونا. رأيناهما، اذهبوا لتروا بأنفسكم، القبر فارغ والرب ليس هناك. بطرس، يجب أن تصدقونا. وظهر يسوع المسيح لاثنين من تلاميذه، فرجعا بفرح إلى الآخرين. لقد قام الرب حقا، وقد ظهر لبطرس. لما رأيناه في الطريق لم نعرفه، لكن لما كسر الخبز عرفناه. في عمواس، ولماذا يذهب إلى هناك؟ سلام لكم. ما بالكم مضطربين؟ ولماذا تشكون في قلوبكم؟ انظروا، ها يداي وقدماي، إني أنا هو، جسوني وانظروا. الروح ليس له لحم ولا عظم كما ترون لي، هذا ما أخبرتكم به قبلا لما كنت معكم، أنه لا بد أن يتم فيا ما كتب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. هذا هو المكتوب، إن المسيح سيموت ويقوم في اليوم الثالث، وسيكرز باسمه برسالة التوبة ومغفرة الخطايا لجميع أمم الأرض بدءا من أورشليم، وأنتم شهود لذلك. وها أنا أرسل إليكم وعد الله الآب، فامكثوا هنا حتى تلبسوا قوة من الأعالي. سلام لكم. دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا إلى العالم أجمع وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يعملوا بجميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين. في الكتاب المقدس يعلن الله أن المسيح سيأتي ليكون مخلص هذا العالم، وحياة يسوع تقدم لنا الدلائل على أنه كان حقا من تحدث عنه الأنبياء. فإشعياء تنبأ بأن العذراء ستحبل وستلد ابنا، وبعد قرون كانت ولادة يسوع تحقيقا لهذه النبوة. أعلن الكتاب المقدس أيضاً أن القدوس المولود من العذراء سيدعى ابن الله، وهكذا كان يسوع ابناً لله، ليس من منظور جسدي طبيعي، بل من ناحية روحية. ونحن نرى هذا واضحاً في الكيفية التي عاش بها يسوع حياته،
إذ شفى المرضى وغفر خطاياهم وردهم إلى الله واعدا إياهم بنصيب في ملكوت السماوات، ثم قدم نفسه ذبيحة للتكفير عن خطاياهم وقام ثانية قاهرا الموت. قال يسوع عن حياته: ليس أحد يأخذها مني، بل أنا أضعها من ذاتي. لم تتمم حياة يسوع نبوات الأنبياء فقط، لكنها أكدت أيضا حق كلمة الله المقدسة. فقد قال الأنبياء قبلا: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات. ويسوع نفسه قال: السماء والأرض تزولان، لكن كلامي لا يزول. جاء يسوع ليمنحنا ملء الحياة، لكن الإنسان عصى الله في جنة عدن، مختارا أن يحيا كما يريد، وبهذا انفصل الإنسان عن خالقه. يعلن لنا الكتاب المقدس أننا جميعا أخطأنا، ويعلن أن عقاب الخطية هو الموت، أي موت روحي بابتعاد أبدي عن الله. لكن كما قدم الله لإبراهيم ذبيحة كبش عوضا عن ابنه، هكذا أرسل الله يسوع المسيح ليموت بدلا عنا. وهكذا أصلحت حياة يسوع وموته وقيامته العلاقة بين الله ومن يؤمنون به. وأولئك من يتبعون يسوع لا ينالون فقط غفران الخطايا، لكنهم قد نجوا أيضا من دينونة الله الأبدية، ضامنين لهم مكانا في الفردوس مع الله إلى الأبد. يقدم لك يسوع اليوم حياة جديدة وخلاصا من سلطان الخطية، وهذا لا يعني اتباع دين جديد، لكنه إيمان بعمل يسوع الذي قال: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. وهذا يعني أيضا اللجوء إلى الله، واثقا أن يسوع سيدخل حياتك غافرا خطاياك ومغيرا إياك إلى الإنسان الذي يريده. ولا يكفيك أن توافق فقط على ما تسمع الآن أو أن تختبر شعورا عاطفيا، فنحن نقبل نعمة يسوع بالإيمان تعبيرا عن إرادتنا هذه. وحين تكون على استعداد لاتباع يسوع المسيح، فيمكنك عندها أن تخاطبه شخصيا من خلال صلاة بسيطة. قد ترغب الآن بأن تسلم حياتك لله. إن رغبت بهذا، فيمكنك أن تصلي هذه الصلاة بصمت في قلبك. أيها الرب يسوع، أنا أحتاج إليك. أشكرك لأنك مت على الصليب لأجل خطاياي. أعترف الآن بخطاياي وأتوب عنها. أنا أفتح الآن باب قلبي وأقبلك مخلصا وربا. أشكرك لأنك غفرت لي خطاياي ومنحتني حياة أبدية. اجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكونه، بينما أصبح واحدا من أتباعك. آمين. قال يسوع عمن يؤمنون به: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. لتختبر حياة البركة التي وعدك بها يسوع، عليك أن تتحدث إليه في كل يوم بالصلاة وأن تقرأ كلمته. أخبر عما صنعه في حياتك والتقي بآخرين ممن أحبوه وتبعوه، وتذكر وعده الرائع: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر.